السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة العميد عبد الحميد عبد الهادي درا إن ميليشيات مجرم الحرب حفتر أطلقت السبت 10 صواريخ جراد باتجاه قوات الجيش المرابطة على تخوم سرت. وأكد الناطق أن الخرق الجديد لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات لم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية. يذكر أن الناطق باسم الجيش محمد جنونو صرح أن قوات الجيش رصدت تحرك رتل مسلح لميليشيات حفتر يرافق منظومة الدفاع الجوي بانتسر من أجدابيا حتى البريغا. ذكرت مصادر صحفية أن وفدي المجلس الأعلى للدولة ونواب طبرق سيشرعان اليوم الأحد بالمغرب في جلساتهما. المصادر ذاتها أكدت أن الجلسة ستبدأ مساء اليوم بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومندوب عن بعثة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لمجلس النواب لدول المغرب العربي. وأشارت المصادر الصحفية إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيكون حول المناصب السيادية والتوافق فيما بينها للوصول لحل للأزمة الليبية. قالت إدارة النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل جفارة إن من المتوقع عودة المياه للعاصمة طرابلس مساء الأحد، وذلك بعد عودة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار. وأوضحت الإدارة أنه تم البدء في أعمال تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات الأنابيب ونقل المياه، معبرة عن أملها في استقرار الشبكة. كما عبرت الإدارة عن أسفها على استمرار انقطاع المياه، وذلك لتكرار حالات الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض السبت تسجيل 13 حالة وفاة و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضح المركز في بيانه اليوم أن الإصابات توزعت على 34 مدينة من بينها طرابلس التي سجل فيها أكبر عدد من الإصابات حيث بلغت 223. كما أضاف المركز أن النتائج أظهرت شفاء 56 حالة كانت مصابة بالفيروس. نهاية الموجز، إلى اللقاء. Thank you.